تطوير القدرات البصرية مثل الانتباه البصري، التمييز، الاستكشاف وغيرها هو شيء أساسي عند كل الأولاد، وهو هدف مشترك بعدة علاجات. لحتى ننمي القدرات البصرية لازم نعدل كل تمرين حسب قدرات الولد. فينا مثلا نلبس ثياب معينين، نرجع نتخبى نغير شي فينا، يمكن نحط عوينات، يمكن نفك الزر، نرجع عند الولد وهو بده يحذر شو الشي اللي تغير. أو فينا نستعمل ألوان، أشكال أو حتى أحرف منصفهم ضمن خطوط. الولد لازم يبلش من الأول يمشي بذات الاتجاه ويفتش على الشي اللي طلبناه منه، مثلا أحمر لازم نشيلهم كلهم، وذات الشي بالنسبة للأحرف. ما ننسى نعير الوقت ونحمس الولد لحتى يكتشف بسرعة.